أكتر والكلام عن بالله. المهم نبتدي مع بعض، ده رسالة برضه بصراحة مشجعة من أحد الزميلات. كلامك كله بدأ يتحقق شيئا فشيئا، والخسران الوحيد هو من كذب كلامك واستخف به. أنت تتذكر عندما شرحت الفيلم؟ الفيضان الذي سيتسبب بالزلازل في تركيا وانهيار سد أليسو بعد امتلاؤه، كل ذلك يتحقق ولا زال يتحقق. أين هم الآن المكذبين؟ هيا ليخرجوا الآن ويكذبوا كل هذه الحقائق. أين يختفوا الزميع من العرب؟ وتتكلم عن هذا العرب تلعب وشح الماء وتخزين تركيا للماء، ورئيس العراقي برهان صالح بيستجدي العالم ضد ما تفعله تركيا الآن بالعراق، دخول حدود وقصف داخل الأراضي للموصل ودهوك وغيرها وغيرها، قطع المياه، تخزينها خلف السدود. تركيا دولة زلزالية بها شكوك وتصدعات رهيبة كل يوم. لا ننسى أبدا تاريخ تركيا مع الزلازل. تركيا لها تخطط لأشياء كثيرة، فالموضوع ده واضح جدا.